عليكم أصدقائي أحبائي على قناتي سنان صالح شيف سنان العبيدي. اليوم راح نسوي لكم شوربة الجزر. أوكي، المكونات جدا سهلة وبسيطة متوفرة بكل بيت. نحتاج طبعا بالأساس هو الجزر، أنا كمية دا أسوي 300 شخص بس أنتوا أهم شيء الفكرة إن تجمعوهن. بصل، جزر عفو، عندنا بصل كل شوربة تحطون بيها بصل، أول شيء بصل مقطع بأي شكل من الأشكال. ونحتاج الى بطاطا حتى تسمكها، اوكي، بطاطا حتى تثخنها. والبهار نحتاجه جوز الطيب، الملح، الماجي الدجاج، وعندنا الزبده طبعا قلبيها. الزبده تعطيها طعم اطيب، ما عندكم زبده حطوا الدهن العادي بس الزبده تعطيها اكثر. هاي المكونات جدا سهله وبسيطه وهسه راح نشتغلها، خليكم ويانا. حطينا هسه الزبده اول شيء، ننتظرها تذوب ونحط البصل اول شيء. هسه هاي هي ذابت تقريبا، نحط البصل، نقلي البصل تقلى، نحركه، ننتظره لحد بيستوي البصل. يلا نحط المكونات الباقيه. هاي البصل عدي تقلى، هسه نحط البطاطا والجزر هم وياه. هسه حطيناها مسوية، لا خلاص هسه نقلبهن ورا شوي نحط المي. قلبهن اول شيء، نقلبهن سوية وبعدين نرجع لكم. دقائق، هاي بعدها ما صارت تغلي، فش نسوي؟ طلع هاي الزفرة فوق نشيلها. اوكي، هاي الزفرة نطلعها ندبها. المهم راح ادبها انا كلها حتى يطلع عليكم الفيديو وارجع لكم. اصدقائي حاليا صارت تغلي، استوى كل شيء عندي، الجزر والبصل والبطاطا كله صار عندي. هسه شو اسوي؟ راح اضربها بالخلاط اللي هو هذا الخلاط، هذا راح اضربها بهذا. اوكي، شغلها حسنا، بس اطفيها طبعا حتى شنو اضربها واخلص وارجع لكم. اصدقائي خلصنا الخلط مالتها، كلها صارت طبعا لونها حلو برتقالي. هسه شو نسوي؟ هسه نرد نعلي النار عليها، نعليها نخليها تغلي، ونخلي الزانه اللي هي الكريمه والحليب نخليها. هاي خلصناها، نحطها هنا الكريمه او الحليب مثل ما قلت لكم. هاي راح افرغ هنا، انا عندي 5 لتر حتى لا يطول عليكم الفيديو. يلا خلينا نفرغ شويه. فراح اكمل انا الباقي وارجع لكم. اصدقائي هسه حطينا احنا الكريمه، ثواني خلي نحركها. نحط الماجي، هذا الماجي الدجاج، بعد كافي. نحط هسه جوزة الطيب، نحط باليد طبعا جوزة الطيب لان يعني طعمها طبعا هي طيب. هاي حطينا شويه، وهسه اضافه الى الملح، هذا الملح، نحط بعد شويه ملح، ولا تنسوا الماجي كمان هم مالح حتى توازنون الطعم. نحط هسه حامض، كافي حامض، حلو. هسه نحركها، نجيب الملعقة نحركها، نخليها شوية تغلي. طبعا طبختنا لهذا اليوم هي خلصت، واحنا نقول لكم لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك، واي واحد يسويها انه يكتب لنا بالتعليق شلون طلعت وياه. تحياتي لكم شيف سنان العبيدي، وهذا هنا جودة وعبد الفتاح هناك يشتغل بالدجاج على الفتاح، والفرن خلص.